بس لو اعرف بس ايه اللي مزعلك قوي كده. ايه مش زعلان؟ انت كل ساعه والتانيه هتساليني السؤال دي. لا زعلان يا ابو العيله، وانا عارفه انك زعلان. خلاص يا ستي، انا زعلان، زعلان من نفسي. ممكن تسيبيني شويه؟ طب لازمته ايه بس الهم والنكد ده؟ ده انا خلاص بعت اتفق مع المأذون. بجد يا روي؟ والنبي ومقام السايح؟ ايوه يا ابو العيلة، خلاص هنتجوز. بيت يا حنان. نعم. روحي يا بنت خدي العيال غديهم وحميهم، وبعد كده تنزلي على السوق وتشتري لهم هدمتين جداد، خليهم كده يفرحوا ويزقططوا. عيني. امسك يا ابو العيال. ايه دول؟ امسك بس. لا انا مش ماسك حاجه الا لما اعرف دول ايه. عايزك تنزل تشتري جلابيتين جداد، وتشتري كمان لسه حرير، وتروح للمزاين. لا ده المزاين هو اللي يجي لك. عايزك كده تتوضب وتفرح، ده انت عريس والليله ليلتك. امسك بقى، امسك. ماشي، بس اللي اوله شرط اخره نور. ماشي، ناخد الفلوس دي وعليها الفلوس اللي انت بعتي حنان تشتري الهدوم للاولاد، وكل الفلوس اللي انت عطيهم لي من قبل كده كلتها دين علي، سلف ودين يا راوي. ست منتهي. ايوه هي، روح انت بقى وضب نفسك. يلا يلا يا راجل. ماشي. انا من بكره اشد مكتوب للاوقات يبعتوا لنا شيخ غيره. ايه امال ايه؟ هي خلاص الحكايه بقت مشاع، كل واحد صلى له ركعتين ولا حافظ له كلمتين يعمل لي شيخ. والله عندك حق يا عم، انا غلطان ان انا ما عملتش حساب اليوم ده من الاول. ما انا قلت لك من زمان يا عثمان. فاني سفيه؟ اني سفيه؟ ماشي يا شيخ محروق، اما وريتك. عايزني اقول لك ايه يا عم؟ اقول لك ايه وانا شايفك عمال تلوم في نفسك وتقتت فيه؟ اقول لك يا عم ده ما هو انت اللي قويت شوكته لغايه ما رفع شوكته دي في وشك؟ ولا فكرك باللي انا قلته لك زمان يا عثمان لما قلت لك ما تمكنوش من المنبر ولا انه يخطب في الناس وايه اللي هيقلبهم عليك؟ اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ خلاص بقى يا مبروك، وانت لسه هتقول وتعيد؟ ما انت هرني ولا يا اخي، هي نظرك انت كمان. يعني اسم العمده فين تراخر؟ الست حفيظي قلب عليك الدنيا. عادي، اخوها السيد قاعد عندكم في الدوار وعايزك بالعجل. ليه؟ حصل ايه؟ اصل عدم المؤاخذه يعني الست حفيظي حبت تزل البت الست فاطمه وتجيب مراخيرها الارض. قوم الست فاطمه هي اللي جابت مراخير الست حفيظي الارض. قامت الست حفيظي جابت مراخيرها من على الارض وراحت بيها لاخوها السيد، واخوها السيد حكم رايه يحشر رخر مراخيره في الموضوع، وعاوزين حضرتك تتدخل وتحشر مراخيرك رخر في الموضوع. ايه الرشح ده كله؟ ايه دي اخبارك زي الزفت؟ بقول لك ايه، روح دور عليا في حته تاني. اروح ادور فين يعني؟ شوفني عند زينات الحلاق، ما لقيتنيش هناك هتلاقيني هنا. حاضر. يلا ما تهم بقى انت التاني، تخلص التحويجه دي عشان نكتب الجواب. خلص اهي. اعملي قهوة يا بنت يا حنان. يا اهلا يا حضرة المأمور خطوة عزيزة، اتفضل. يا اهلا وسهلا.
انت نسيتينا خالص. معاش اللي ينساك يا باشا. اصلا انا سمعت كلام كده فقلت اجي اتاكد بنفسي. خير ان شاء الله. سمعت ايه؟ سمعت انك هتتجوزي الواد الفلاح التلفان ده اللي اسمه ابو العيله. ايوه هتجوزه ودخلتي الليله. والله عملت طيب. صدقني كنت هقول لك انت لازم تتجوزي عشان ما فيش حد يتكلم عليكي، وانت اخترتي صح، وابو العيله برضه في ايدينا. لو انت تقصد ايه يا سعاده الباشا؟ اقصد اللي انت فهمتيه بالظبط. لا حيلك حيلك، التلبيخ اللي انت بتلبخه ده يا راجل. ايه في ايه مال؟ ما تحترم حرمه البيت اللي انت فيه يا راجل. وبعدين لا مؤاخذه بقى، راجل البيت يا اخويا مش موجود، لما يبقى يجي ابقى تعال، ويا ريت ما تجيش خالص. الكلام ده ليه انا؟ لو انت شايف حد تاني متبجح غيرك. انت واضح بقى انك انت ما تعرفيش انا ممكن اعمل ايه. على فكره لا، خد بالك بقى يا مأمور البلد، انا يا اخويا غير كل البلد. انا راويه، راويه اللي تعرف كويس قوي البلد دي يا اخويا ماشيه ازاي، وتعرف كويس قوي قبل ما تخطي خطوه رجلها رايحه فين وجايه منين. اوعى تكون يا اخويا فاكر ان انت لما تيجي تهددني وتحمر لي عينيك هخاف واكش يا اختي. يم يم يم، اتفضل اتفضل اطلع بره، اتفضل اطلع بره. مين ده يا راوية؟ ده الزفت مأمور المركز. أنا عارفاه، أنا شفته قبل كده، أنا متأكدة. واسمه إيه حضرة البيل مأمور الأمور ده؟ العاني يا عمدي، العاني يا عمدي، العاني يا عمدي. إيه في إيه مالك؟ أنا يا عمدي كرامتي يا عمدي اتمرمطت واتمرمطت وتهنت آخر إهاني. إيه من مين؟ من حفيزي. ومال هيكون يعني من مين؟ جات لي لحد داري حضرة العمدي وراحت ماسكة مداسه وبدياني بيها على دماغي قصاد خدمتي. الله يجيلك طاعون يكون ذكر يا حفيظة. بقول لك ايه يا عمدي، يمين بالله تلاتة، ان ما جبت لي حقي منها تلت ومتلت لكون مولعة في نفسي وبقمسي دي السايح اولع في نفسي يا عمدي. ومالكش عندي جواز. شوف يا عمدي، شوف عملت ايه في بقي يا عمدي، شوف. ايوه دي عضتني في رجلي كمان. طب بص رجلي، بص عضتني ازاي. بس يا بنت اختشي غطي. بقول لك ايه يا عمدي، الست دي لازم تفهم انني كرامتي من كرامتك. ايه وامال ايه؟ الله ينتقم منك يا حفيظ، ده لا نافع معها دعاء ولا عديت ياسين حتى. بقول لك ايه يا عمدي، انتي كانت عايزه تخرق لي عيني حتى. شوف والله العظيم كانت عايزه تخرق لي عيني، عايزاني اعيش عوري عشان انت تروح يا عمدي تدور لك على عروسه تانية. الله يجيلك هم في قلبك يا حفيظه، تقولي اه يا قلبي يقوم كبدك يقع، تقولي اه يا كبدي مصارينك تتبهدل، تقولي اه يا مصاري انا هجيب لك حق. ايوه ازاي؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هكمل دعاء لما مصارينك تقع مني. هو ده اللي انت قدرت عليه؟ انا كنت عارفه، انا كنت عارفه ان انت هتخاف منها يا عمدي وهتجيب وري. انا كنت عارفه، انا كنت عارفه كنت جفت، ما كنت جفت. بس ثاني بقى مش هتجوز راجل بيخاف من مراته يا عمدي. اخاف ايه؟ هي صحيح تخوف بس ثاني ما بخافش. لا 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 يا سبحان الله، الكلام ده عيب يا استفاق. بقولك ايه يا شيخ مبروك، عندك كلمه كويسه اقولها، ما عندكش يبقى تسكت خالص. انت لازم تجيب الست دي قدامك وتعرفها ان مقامي من مقامك وان كرامتي من كرامتك يا عمدي. ايوه ايوه انا فاهم. حضره العمدي في ايه انت التاني؟ السيد لسه قاعد في الدوار وايد الدنيا نار. طب روح انت، انا جاي وراه. ايوه 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 قولوا لي كده بقى. بقى السيد رايح علشان يجيب حق اخته. واني اني فاطمه الغلبانه اللي لا ليها لا اب ولا عم ولا اخ حتى ياخد لها حقها وينصفها على اللي ظلمها. مفيش حد يجي يتكلم مع العمدي ولا يقول له حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ام يا ورا، انت رغاي كده ليه؟ لا ولا ولا اللي قلت يا فاطمه. خلاص ربنا نصفك بجوازة العمده يا فاطمه اللي هيعمل لك قيمه وسط الخال. منك لله يا حفيظي، لقيت تشك في ايدك يا حفيظي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حفيظي. انت بتبص لي كده ليه يا راجل؟ انت بتبصبص لي يا شيخ مبروك؟ طب وديني ومعبود لاخد عيله للعمدي. يا حضره العمدي الحقني. الحقني انا يا حضره العم؟ يا خرب بيتك يا حضره العم. من غير كلام ولا حديد يا عثمان، البيت دي لازم تتخ بالنار علشان ما اسمحش حسيها بالبلد بعد كده. طخ بالنار ايه يا سيد؟ هي فرخه. هي كلمه واحده، يا تأدبها وتيجي تحب على رجل ستها حفيظه وتخليها تحت رجليها تخدمها بالامر، يا اما انا هتصرف معاها بمعرفتي. وانت ايه اللي وداكي هناك من اصله؟ يعني بعد كل دي انا اللي غلطاني؟ سيبيني يا حفيظه شويه، انا والسيد عايز اخد ودي معاها في الكلام. مش سايباك يا عثمان. هي شايف يا سيد؟ خلاص يا حفيظه روحي انت دلوقتي، روحي.
اسمع بقى يا سيد، فاطمه دي محدش هواب ناحيتها. انا بقول لك اهو تزودتها قوي يا عثمان، والظاهر نسيت مين حفيظه ومين اخواتها وممكن يعملوا ايه. ايوه صحيح. طب قول لي يا سيد، ايه اخبار تراب الحشيش اللي في مخزن العلف؟ فاكرني مش عارف حاجه، ولا فاكرني فاهم ان شويه البهايم اللي بتروح تبيعهم اخر كل موسم في السوق هم دول اللي مخلينك صاحب ارض وفدادين من الشرق للغرب؟ انا مش اهبل يا سيد، بس برضو انا صاحب صاحبي وحبيب حبايبي. انت بتهددني يا عثمان؟ ايه ما انت لسه مهددنا اهو. شفت بقى ازاي الراجل يتقهر لما يلاقي حد بيهدده وبيصغره؟ اسمع يا سيد، انا وانت اصحاب من زمان واللي بينا كتير قوي، ومش هنخسر كل ده ونرميه عشان اختك غيرانه من حته بيت هتجوزها ليله وتسعة اشهر. طبع الحريم بقى يا عثمان. اديك قلتها، طبع الحريم. وانا وانت بقى مش حريم، نتكلم بقى كلام رجاله. اسمع يا سيد، سيبني انا اراعش ام بيتي واتصرف مع حريمي زي ما انا سايبك تراعي بقى شؤون المخدرات والسلاح والاجرام اللي انت فيه ده. انا ما بتدخلش، ده انا عمال احاجي عليك واحمي ظهرك واضلل عليك وانت مش عارف. ده انا حتى يا راجل خايف اقول لك خد بالك يا سيد، لا تقول عثمان عايز يفهمني انه عارف كل حاجه وماسك عليا زله. اسمع يا سيد، انا وانت اصحاب من زمان، واختك دي لو كانت عقله ما كانتش راحت قلت قيمتها هناك بالشكل ده. ومن الاخر كده يا سيد، انا هقولها لك، انا هتجوز فاطمه، يعني هتجوز فاطمه، هتبقى دي مراتي ودي مرات، بس طبعا حفيظه تعلى وتغلى. اعملي شاي يا ست الستات، شاي يا ست حفيظه، اعملي الشاي لسيد الرجاله. العواف زينب. اهلا يا محمد، ازيك يا زينب؟ الحمد لله. وحشت امك يا اختي، وانت كمان يا محمد وحشتني قوي قوي. يا من يما وحشتني قوي يما. انت كمان يا حبيبتي امك. تعال تعالي، ده انا عامله بليله تستاهل فمك. تعال اقعدوا يا عيال. شوف يا محمد، شوف البليله حلوه ازاي. سمي الله. يلا بسم الله. حلوه. يلا يا زنوبة يا قروبة، يلا يا أختي. حلو وشفا يا حبيبتي. أوعي يا زينب ما تكونيش بتاكل. بتاكل يا بنت؟ شاطرة يا حبيبتي أمك. أنت بتاكل ولا لأ يا محمد؟ بتاكل؟ شاطر يا حبيبتي. خد يلا عشان خاطر يا أختي. يا أختي أنا وشايفة مطرح ما يسري يمري. هي مش عاجبك البليلة ولا إيه يا والي؟ اخسى عليك، اخسى عليك، مش عاجبك عمايل أمك. جلابية دي صوف انجليزي مش كده يا ابو العيلة؟ انا طول عمري بقول الصوف الانجليزي دي لا يعلى عليه. حلو عليك. ازيك يا فاطمة؟ نسيت ان احنا متحرمين على بعض ولا ايه يا ابو العيلة؟ بس انا مش قادر ابعد عنك. لو يعني سواعي كده بعمل نفسي قد ايه نسيجي، مش مشتاق اشوفك.
اخبار امك بين دراعاتي. خلاص يا ابو العيلة، احنا ما بقيناش لبعض، لا انت لي ولا انا ليك. روح لروية. ايوه جمعوا عيالي، ما قعدناش لبعض، كيفنا والغاز ما قعدناش لبعض. حسب تقسيم اللي معاهم ولقيتهم طايلب ومستحكمين. فاكرة حكاوة الأنارب والفيل يا فاطني؟ الكلام ما عادش منه فايدة يا أبو العيلة. أيوة صحيح، الكلام ما عادش منه فايدة ولا البوكي، بس العمل بيجيب نتيجة. أوعاكي تنسي اللي حصل لنا ده يا فضل، أنا عارف إنه واجعك. أوعاكي تداوي الوجع دي وخلي ناره أيدي. دري عن الناس أيوة، بس خليها أيدي لحد ما خب طرني. حياة كل ضحكة صافية وفرحاني كانت في دارني، وكل ساعة رضي قضيناها وسط عيالني. ماني سايب عتمان ولا أهل الكفر دي إلا لما أخد حقي وحقك وزيادة. دول فرقونا عن بعض، خطفوكي مني. ما تزودش هم يا بوسي. انت مش عارفه انت وحشاني قد ايه. كفايه يا ابو العيلة، كفايه الله يسيبك. ابو العيلة مالك يا بنت مساهمة كده ليه؟ هلا قولي لي يما، أني عايزة أسألك سؤال كده، بس وحياة النبي ما تغضبي علي. أني عمري ما أغضب منك ولا عليك يا منارة. ها قولي، كنت عايزة تسألي في إيه؟ طب يعني يما، انت يعني قبل ما تتجوزي ابويا يعني ما استلطفتيش حد كده ولا بصيتيش لحد ابدا؟ وايه يا بنت اللي خلاكي تسالي السؤال ده دلوقتي؟ معرفش يما، او سؤال خطر على بالي وخلاص. شوفي يا عين امك، اني وانا صغيره قد كده كنت ابص الراحه في المرايه واشوف نفسي حلوه وعايقه، اقول لا يمكن ابدا اتجوز حد من الكفر دي. انا عايزه واد من البندر بيلبس بنطلون وزكيتي، ياخدني معاه مصر
أشوف هناك الخير والعز اللي بسمع عنه لحد ما اتجوزت أبوكي، وكل اللي كنت بحلم بيه ده راح، وما عادليش غير الكفر، وبقى هو كل اسمتي وعشتي، ولما اموت ان شاء الله هندفن فيه. بعد الشر عليك يام. انما لما جيت انت يا نور عيني حسيت اني انا مش عايزه من الدنيا دي ايتها حاجه غير انك تبقي قدام عيني كده على طول مبسوطه وفرحانه. أني حبيت أبوك يا منارة عشان كان حنين وبيخاف علي وبيعمل كل اللي بيقدر علي عشان أحبه. يعني اتأخرت يا أبو العيلة. معقولة يعني كل ده بتشوف العيال لأمهم؟ ولا أنت يا أبو العيلة اللي بتشوف أمهم على حس العيال؟ معلش معلش يا أبو العيلة، أنا شطرتي بقى أن نسيها لك خالص فاطمة دي. لا هتفتكرها ولا تفكر فيها. بس افتكرت وافتكرت حكايته السودة. هو مين ده يا ست منتهى؟ وقال عامل عليكوا باشا ومأمور. المأمور؟ لا احكي لي احكي لي. لا يا حبيبتي، دي حكاية عايزة لها قاعدة نحكي فيها كده ونمخمخ. نمخمخ؟ طب ومال؟ ما احنا كده كده قاعدين مستنيين المأذون. احكي. دي فتحته دي يا حبيبتي ما تتنسيش، ده بسببها اتنقل من الحلمية والقاهرة كلها، بس راح لفين أنا ما كنتش عارفة. وديني يا حبيبتي عرفت، هو صحيح يعني شكله تغير حبتين، إنما أنا عرفت وتحققت منه. إلا قولي لي بقى، هو صحيح مراته كانت مرافقة الراجل الكبير ولا لأ؟ نجيب بقى يا حبيبتي المقطوع من الأول. الراجل ده بقى اسمه خالد الكاشف، عارفاه؟ ها جربوع اصلا، ده لا عيله ولا اصل ولا فصل يشرف، وهوب اوام اوام بقى ظابط في الداخليه. ها مسك بقى في شرطه الحلمي، وانت عارفه بقى الحلمي سكن البشوات والبهوات، وقبل ما هيجان الثوره يهدى كان فيه هناك ظابط كبير في الداخليه اسمه سليمان باشا مدكور. الراجل ده بقى كان واصل وايده طايله، وكان باشاره من صبعه الصغير كده يشيل ده ويرفد ده ويسجن ده ويعين ده. هو بعدين احكي. الراجل الكبير ده بقى كل شوية كان يخلي حد من اللي بيشتغلوا عنده يتجوز لواحدة كده يكون شافها وحليت في عينيه. جراب البيه المأمور بقى بتاعكو ده واحد من العرسان دول. يا حلاوته يا جماله. مش يتنيل بقى على خيبة أهله ويرضى باللي بيرمهوله الراجل الكبير، لأ ده حب يعمل فيها عريس وراح للعروسة من ورا الراجل. وعديكي بقى على اللي حصله، اتمسح بكرامته الأرض، كان هيتشل ويترفد ويسجن ويتلفق له تهمة من دول اللي بيود ورا الشمس. أمسأ بقى عليه أم لا إله إلا الله، وعشان الوسايط واللي تشفعوا له حبوا يلموا الموضوع ونقلوه مكان بعيد. والفين المكان ده ما كنتش عارفة، وديني يا حبيبتي عرفت. طب قوليلي تاني كده اسم الراجل الكبير اللي عمل فيه كل ده. ما أنا قلتلك يا حبيبتي، بس انتي قوليلي عايزة تعرفي ليه اسمه. يعني اهو من باب المعرفة. اسمه سليمان باشا مدكور. باشت ايه يا ست منتهى؟ ما البشوات راحت عليها خلاص. ده انتي غلبانة قوي يا حبيبتي. الباشا باشا والبيه بيه والغلابة غلابة واللمامة المامة طول ما احنا عايشين في البلد دي. لكن انتي قوليلي هو كان عايز منك ايه جناب المأمور بتاعكو ده؟ سي خالد ده واكل البلد كلها في عبه وعايز ياكلني معاه. طمعان فيا وما طلنيش، بس ايه اديتهم له ميري وملكي. برافو عليك يا بنت، تربيتي انتي. هتقولي لي
بيني وبينك انا كنت قلقانه. انا حبيت فيه عشان احسسه ان انا مش هاممني، بس من جوايا يا اختي كنت مرعوبه. ما تخافيش يا بنت، لو الراجل اللي انا بقول لك عنه ده انبسط محدش هيقدر يزعلك ولا يدوس لك على طرف. ده انت لو عايزاه يقلب البلد كده عليها وطيها هيعمل كده. لا العمده ولا المأمور بذات نفسه يقدر يعمل لك حاجه. ده راجل واصل وايده طايله، بس هو يرضى عننا وينبسط. المأذون وصل لست العرايس. طب اجري يا حنان روحي شوفي ابو العيله، قومي يا اختي من جنب صاحبتك قولي المأذون جه. يلا بسرعه يا بيت. حاضر. بتحبيه يا خايبه؟ ايوه بحبه، وبحبه قوي كمان. مع السلامه يا فاطمه. يبقى خليني اشوفك يا ابو العيله. أنا ما أقدرش ما أشوفكيش، ده أنا كانت عيني تنامي وينطفي نظري. أتشر عنك يا أخوي، إن شاء الله يكرهك يا رب. أوافي عليكم. أهلا يا حنان. أنا قلت أجي أتعشى معاكي ونقعد نحكي شوية كده. إزيك يا أبو العيلي؟ إزيك يا حنان؟ بنت حلال، والله كنت لسه على بالي. خلاص يا أبو العيلي، خلي العيال معايا وانا هبعتهم لك مع حنان. يلا يا ابو العيلي، يلا ايديها وجعتها من كتر الزغط. يلا يا اخوي. مع السلامه يا زين. اسمعي كلام امك. وانت كمان يا ولد. مع السلامه. تعال يلا زينب، تعالي حنان. ازيك يا فاطمة؟ هي صحيح راوية بعتت تجيب المأذون؟ ده انا عاملة فتة انما ايدك لي صابعك وراها. ردي عليها يا حنان. ايوه انا سايباها في البيت. يعني خلاص ابو العيلة هيكتب على راويه واني هتجوز واحد تاني. بتصلي على النبي مول يا فاطمة؟ يعني انت ولا هو كنت هتعملوا ايه؟ ادي الله ودي حكمته. وهي ايه حكمته في كده يا حنان؟ ايه حكمته ان العيلين دول يتشردوا من ابوهم وامهم؟ حكمته ان اتطلق من الراجل اللي ماليش غيره ظلم وغصبانيه، وان اتجوز واحد تاني اللي عنده رحمه ولا عنده اهل؟ حكمته ان ابو العيله يتجوز راويه؟ ها؟ ده ما كانش حتى يحلم يلمس ايديها ساعه سلام. ايه حكمته في كده يا حنان؟ ردي عليا، ايه حكمته في كده؟ اوعي كلامك يا بت، انت هتكفري ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. قالي خلاص يا حنان، عقلي حيشت مني. كل ما اقول لنفسي اهدي يا فاطمه امسكي نفسك يا بنت، تلاقيني بقيت نار زياده وزياده، وببقى عايزه انحش عدنان وحفيظ والمأمور وراويه واكلهم بسناني اكل. انت عمرك ما كنت كياده ولا غلاويه يا فاطمه. بقيت يا حنان، بقيت كده خلاص. ده انا كان قلبي بيتقطع لما كنت بسمع ان حد من اهل البلد عنده وجيعي ولا عنده مصيبه. دلوقتي بقيت بفرح. اي والله، لما بسمع ان حد عنده مصيبه بفرح وبقول يا رب زيده كمان وكمان. بشمت فيه الحنان، بقيت بشمت في كل اهل الكفر. لا هو بس يعني تلاقيكي. تلاقيني ايه؟ انا ما بقتش انا، أنا بقيت واحدة تانية خالص. أنا خايفة قوي يا حنان، أنا خايفة من نفسي قوي. عارفة يا حنان، يوم ما رحت ضربت حمدية قصاد باب بيتها وقدام أهل البلد كلهم، أنا كنت فرحان والله العظيم، كنت فرحاني وكنت بتنطط من الفرح. وكان نفسي
أتف في وشوش أهل البلد كلهم اللي واقفين يتفرجوا عليه وزلهم زي ما زلتي. لو عشتانك غلبك يا فاطمة. وهو لسه ما غلبنيش يا حنان، لسه ما غلبنيش. ايوه سعادتك، ايوه انا بقول لسعادتك احنا عايزين شيخ من الازهر بالحق وحقيقي، يعني يكون راجل متعلم كده ومتنور يريحنا من الراجل النص كم ده. ده بيقعد يقول كلام ما تفهمش هو بيتكلم غلط ولا بيقول كلام مش صح اصلا، ومدخل الدين في كل حاجه. ايوه سعادتك، ما انا خايف من كده والله، ما احنا في ايام ما يعلم بها الا ربنا. شوف أنا بقى خايف كلمة تتنطر كده ولا كده من الكلام اللي بيقوله ده توصل لبتوع مجلس الثورة يطربقوا البلد فوق دماغنا كلنا. ايوه الله ينور على سعادتك والله، هو بس يجي واحنا نشوف كل طلباته هنشيله على كفوف الراح. ايوه امال ده هيجي يعلمنا وينورنا. ايوه بس في أسرع وقت. شاكرين سعادتك، ربنا يخليك لينا. في حفظ الله، في حفظ الله. يبقى يوريني بقى الشيخ محروق ده ازاي بقى لا بيخاف من العمده ولا مأمور. ايه دي خالي بغدادي، ايه النيله دي، ايه اللي جابه دلوقت؟ يا اهلا اهلا، يا الف مرحب. اجري ادي اعمل القهوه لخالي. نفس عوايدك، أنا مش عايز حد يسندني. أسندك إيه يا خال؟ ده أنت ما شاء الله يعني اللي يشوفك كده يديك 20 سنة. طب روح يلا نجرب. عندها لأخوك علوان. علوان؟ حاضر. ودي حسان. حسان؟ حسان ده إيه؟ أنا لما أقول لك نجرب روح عندها لأخوك علوان يبقى تفك رجلك اللي عايزة أقطعها دي وتروح تنده لأخوك. ولا خلاص؟ ما عادليش كلمة ولا قيمة عندك. ازاي بقى يا خال؟ انت كلامك على راسي من فوق وانت عارف، بس اصل اصلي انا عايز افهم انت ليه مش عايز تنادي على اخوك؟ انت مش عارف هو عامل معايا ايه؟ بس عارف كويس قوي عمايلك واصلك وفصلك. يا خالي كويس ان انت جيت، انا كنت هجيلك عشان اشتكي لك منه. اقعد يا هلا، اقعد يا هلا. لا يا خايب، يا خايب تتهم اخوك بانه سرق ذهب مراتك؟ تقوى حفيظه على اخوك شقيقك يا عايب يا ناقص؟ يعني صح برضو ان علوان. اسكت يا هلا، ما تكملش، اسكت اسكت، ما تفورش دمي والا هحط العصايه دي في كرشك مش هتخرج خالص. ياد انت ما حدش هيبقى لك غير اخوك شقيقك يا هلا. يا هلا انت عايز ايه من البلد دي ولا البلد دي عايزه منك ايه؟ البلد دي كلها لو قالت على اخوك انه حرامي المفروض انك تقول لا. اتفضل يا ابو الحاج. روح يا هلا، روح نادي على سيدك علوان وقول له خالك عايزك في بيت اخوك. من عينيا يا ابو الحاج، انا هروح اقول لسي علوان ان اخوك العوم ده عاوزك في دار خالك. انت ايه النباهه دي؟ يا فرحتي يا فرحتي بغفرك. الله يرضى عليك يا ابو الحاج، انا كده فعلا كل اللي يشوفني يعجم بي. يعجم؟ طب غور بدل ما هو معجمك. امشي. حاضر. شكلك كده مش عاجبك كلامي يا عثمان. اقول لك ايه بس يا خال، انت على طول كده بتصدقوا علوان وبتكدبوني من واحنا صغيرين. طب والله العظيم يا واد عظيم. بطل حلفان يا عثمان، بطل حلفان. نار جهنم تشيل زيك مليون. عايزك تهدى كده وتعقل وتتقي الله. انت على طول كده ظالمني يا خال على طول الخط. طب وحياة النعمة؟ طب وحياة النعمة لا تسيح زي البن دوت في نار جهنم. يا واد يا عثمان، ده اللي بياكل حق غيره بتبقى نار قايدة في جوفه يوم القيامة وعذاب ربنا أليم. احنا خايفين عليك كلنا. ايوه ايوه بقى، هي الحكاية كده. لا انا ما كانش حق حد يا خال. ايه ده؟ ايه ده؟ امال خلينا نعرف نتكلم.
لا الا وحرام. انا ما كانش حق حد وما حدش هياخد مني حاجه. كانوا بيقولوا ايه يا حسان؟ ما تعرفش ايه؟ واني يعني هعرف منين برضك يا سعلوان؟ انا اصل زي ما تقول كده كنت واقف بعيد حبتين، فيعني ما سمعتهمش خالص خالص. وهم بيقولوا ان العمدي لطش الورث بتاعك. ايه، وانك انت لك حق في الورث، وبرضك زي ما تقول كده حسهم كان واطي واطي واطي. فبرضك ما خدتش بالي من العمدي وهو بيحلف انك لما تشوف حلمة ودنك مش هتطول قشاي، وانك انت اللي طبعا في املاكه دي كلها اللي هو عملها بعرق جبينه. ده كمان بيمطل مع خلك يا علوان. اللي يكذب على اللي خلقه يكذب ويمطل على اي حد يا فهيمه. حسبينا الله ونعم الوكيل. يلا يا حسان قوم. يلا 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 بينا. يلا سي علوان. بقول لك ايه يا ست فهيمه، الله يرضى عليك، ما تخليش سي علوان يقعد يقول لي العمده كان بيقول ايه وما بيقولش ايه وابصر ايه ومدرك ايه. ما يصحش كده. لهو فاكر انني هقول له ان العمده حلف بكل الايمانات انه لو اتنطط تنطيط كده مش هيطول قشاي ولا حته عتبيه من البيت ولا حتى شبر من الارض. ايه امال ايه؟ انا مش معقول هقعد اتلصص واتجسس على العمده في كل وقت. قولوا الا كده. ماشي يا حسان، انت اللي عندك الحق والمستحق يا رب. يلا اطلعي يا بنت وخدي الباب في ايدك وانتي خارج. خدي يا ابو العيلة، كل يا حبيبي. شبعي ملك يا ابو العيلة، انت مش مبسوط ولا ايه يا راجل؟ مش مبسوط ازاي؟ الكلام ده يا ست راوية. ست راوية، ده انت اللي سيدي وتاج راسي. بص يا ابو العيلة، انت خلاص يا اخويا بقيت راجل، وانا وانت بقينا واحد، يعني اللي تشاور عليه كده تنوله من غير اي كلمة. ان شاء الله حتى يا اخويا تطلب لبن العصفور. ده انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا ابو العيلة. وانت كمان يا روية، غلاوتك عندي ملهاش وصف ولا حدود. انت زي ما بيقولوا كده طوق النجاة. طوق النجاة؟ يوم مال القشة اللي بتنجي الغريق. حكيماني كنت غرقان غرقان خالص. ألف بعد الشر عليك يا حبيبي من الغرق. إن شاء الله يا أخويا اللي بيكرهوك. تعرف يا أبو العيلة، أنا ليلة امبارح أول مرة في حياتي أحس إني اتجوزت. آه أنا النهاردة عروسة، ودي صباحياتي اللي كنت بحلم بيها من زمان، من وأنا صغيرة. أنا بحبك قوي يا أبو العيلة، أكتر من أي حاجة في الدنيا. في إيه يا راجل؟ ما تقول أي حاجة حلوة. أقول إيه يعني؟ هو فيه كلام ينحكي ولا ينروي بعد اللي انت قلتيه دي؟ يا اخويا اقول اي حاجه. هو انت يعني ما كنتش بتقول كلمه كده ولا كده لفاطمه؟ فاطمه خلاص كل حي راح لحاله، موال وقفلناه.